بعت على دارنا وضحيت على خاطرها، وبالرغم دارنا ما همش موافقين عليها وكل شيء، وخذيتها كانت باية ومن بعد تبدلت، تبع في أمه تبع في بيا وخواتها. نعمل كان عصيدة بالفارين. بالفارينة وزيت الزيتونة والعسل ولا حتى زيت الزيتونة والتمر عليه، تعرف زبدة وسيبو داخل لك الصغار راهو مسلين انا لي انا ولا المراه. علاش خاطر توا المعيشه في تونس غلات؟ مش على الدنيا غلات، معناتها واحد ما عادش خالط على حد شيء، معناتها فهمني، ما عادش لاهي باش يعمل عصيد وباش يقعد فهمني كيما نقولوا فيه. الزقوق غلاه يعني، الزقوق غالي والفاكهه غاليه ولا لا حسب رايك؟ مش على الباكية ولا الدنيا غالية، هذيك حاجة هذيك عملتها النهضة شماتها في ال اي مال على شنيا فاتنا شماتها في المواطنين فهمني. يحبوا يعني النهضة تحب المواطنين. علاش مال على شنيا مال ما تحتفلوش بعيد المولد؟ علاش ما نتحفلوش؟ خاطر انا ما نلقاش وقت والمراه نتاعي ما تلقاش وقت. ما تلقاوش وقت باش تعملوا عصيدة زقوق ما نلقاش وقت. اي احكي لي المدام نتاعك باهية يعني هاك مدلتك في المناسبات؟ والله كانت باهية من المرة الأولى كانت باهية ومن بعد تبدلت، تولت تبع في أمه تبع في تبع في أمه تبع في بيا وخواتها. أي إنسان باش يتبع عائلته، علاش أنت تبيع عائلتك؟ باهي سامحني أنا كي خذيت شبيني بعت على دارنا وضحيت على خاطرها، وبالرغم دارنا ما همش موافقين عليها وكل شيء وخذيتها، معناتها بعدت على دارنا بعدت على فاميلتي ورضيت بها. كنت راجل اسمي محمد على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نكذبش، والحاكم نتاع تونس الجمهورية كلهم يعرفوني، كل حاكم كل جيش يعرفوني بالكذب. كيفاش تبدلت من انا ناحية تبدلت؟ ما يعني انا كي خذيتها ما نكذبش عليك، خذيتها تعرفت على في معرفة ماهيش عادية، فهمت تو اختي تسمع فيا؟ لا علينا حسيلهم وكل احتراماتي لي ان شاء الله ربي يعني كان الناس الكل، وربي ربي يفتح علينا وان شاء الله ربي تحل علينا البيبان يا رب ان شاء الله. مرحبا بكم. بعت على دارنا وضحيت على خاطرها، وبالرغم دارنا ما همش موافقين عليها وكل شيء وخذيتها. انا ما من المره الاولى كانت باهية ومن بعد تبدلت، تولت تبع في امه تبع في بيا وخواتها.